تقرا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. معكم حنان من صاحبة محل تجميل هانا بيلا. الفكرة جاتني كنت كنمشي لي سونتر وكنشوف شي حوايج ما تيعجبونيش في لي سونتر، قلت علاش ما نديرش شي سونتر يكون يليق بالمرأة المغربية كاملة. الفكرة جات عندي من الحب ديالي للتجميل، وكنمشي لمراكز التجميل وكنعشق هذا المجال حتى هو، وقلت جاتني فكرة، قلت علاش ما نديرش شي سونتر ليا انا والناس تما يستافدوا معايا. هادشي اللي كاين. هاد المحل جا في شارع حيفا كاليفورني، كي درنا فيه حمام، تقدر تجي المرات تلقى كل ما هو كيتعلق بالجمال ديالها، من الحمام، من سوان اضغافاسيال، لي سوان د شوفو، لي سوان د فيزاج، كلشي كاع اللي ماشي كاع لي سونتخ ما كيعجبوش، ولكن كاين شي حويجات اللي ما كترتاحش ليهم. من المهم انا ركزت على النظافه ديال المحل، على المسائل ديال كل وهو كاليتي في لي برودوي، في كل شيء. كنقول لهم مرحبا بكم في محل هنا بيلا، مرحبا اللي بغى يجي عندنا، عندنا اثمنه مناسبه جدا، ومرحبا بكم والكاليتي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.